البداية انتقال بنزيما للدوري السعودي، وحقيقة من خلال يعني بعض التصريحات للمسؤولين في الدوري السعودي او المسؤولين في السعودية بشكل عام والحكومة السعودية في رؤيتها لكل شيء، بالأخص بقى الرياضة السعودية وكرة القدم السعودية، بنشوف أسماء بتيجي وأسماء بتطرح وأخرها بنزيما بيمضي لنادي اتحاد جد. شايف الوضع الحالي بالنسبة للدوري السعودي، هو قوي، دوري قوي، هيبقى عامل الفترة الجاية السنين القادمة ازاي يا عبد الرحمن؟ طبعا يا كابتن، هو انا بحسد بصراحة الشعب السعودي، بهنيه على الموسم التاريخي اللي هيحصل السنة الجاية. وده ما بيبقاش يعني لما تلاقي عدد الصفقات بالشكل ده تتأكد ان الموضوع مش فكرة ان مثلا إدارة نادي عملت طفرة معينة او كده، لا، ده توجه دولة حابة انها تحط، قررت انها تصنف الدوري بتاعها في حته ثانيه. لانه طبعا زي ما حضرتك عارف، حتى هم عايزين يخلوه من ضمن العشر دوريات في العالم، اقوى 10 دوريات بالظبط. وهم كمان تم نقل 75% من ملكيه اربع انديه لصندوق، او ست انديه مش متذكر، لصندوق الاستثمار السعودي اللي هو بيمتلك اصلا نادي نيوكاسل اليومين اللي فاتوا، في خطوه برضو بتبين انه الدعم المادي جاي منين. يعني مش كل نادي ليه محبين بقى، وجو اللي هو القديم شويه بتاع يعني ان في داعم وفي ارقام، لا، موضوع منظم. الموضوع دلوقتي اصبح منظم، وان كل نادي يعني دلوقتي احنا النهارده بنتكلم نادي النصر طبعا يمتلك كريستيانو رونالدو، النهارده نادي اتحاد جد عنده بنزيما، وعلى وشك انه يتعاقد مع نجولو كانتي. يعني قبل ما ندخل بدقائق كان لسه قاري خبر، كان فابريزيو رومانو الصحفي المعروف طبعا كاتب، وبالتالي هتنتظر ان نادي الهلال 100% هيبقى عنده صفقه كبرى، يعني سواء ميسي او غيره، صح؟ لو مش ليونيل ميسي. طب الانديه الكبيره دي ده كده، الانديه الكبيره دي بتاخد اللعيبه الكبار دول، هتبقى طبعا هو صعب. في مجموعه من الاخرى كمان هتبقى صعبه طبعا، وفي مجموعه من اللعيبه وهي يعني تقدر تعرف من الكارير بتاعها انها مرشحه انها تروح. يعني واحد زي مثلا دي ماريا ممكن يكون مرشح انه يروح، واحد زي بوسكيتس ممكن يكون مرشح انه يروح، سيرجيو راموس، خوردي البا، اللعيبه دي كلها عندها اختيار، لان الارقام المعروضه في السعوديه طبعا بعيده تماما. النهارده انا فوجئت انه بنزيما الرقم اللي معروض عليه زي الرقم اللي بيحصل عليه كريستيانو رونالدو، 200 مليون في السنه الواحده. يعني هو كان كل الكلام انها 100 مليون في السنه، النهارده الاعلان الرسمي تم من برضو من صحفي فابريزيو رومانو برضو ان الرقم 200 مليون في السنه. ده رقم اللعيبه دي كلها مش هتلاقيه طبعا اطلاقا في اي مكان، ورقم لا يعني يخلي اللاعب اللي بيفكر ان هو يكمل في اوروبا سنه كمان لا يغير قراره ويعدل قراره وينتقل للانديه دي. عشان كده هتكلم على ميسي، لان برضو